يمكن احنا كمشجعين اهلاويه بقالنا كتير قوي ما شفناش الرقم 10 والرقم 22 في النادي الاهلي بيعملوا الاداء العظيم ده. امام عاشور وبيرستاون النهارده رجعوا لنا قد ايه، ورجعوا لنا بعض الذكريات كده عن ابو تريكه وعماد متعب. ربنا يسامحنا على الكلمتين دول طبعا، لان مفيش وجه مقارنه طبعا، ولكن لا النهارده يعني في اسيستين من امام عاشور اللي واقع عليه ضغط كبير قوي، الاسيستين بصراحه وخصوصا الهدف الثالث ده الاسيست بتاعه عالمي. بيرستاو طبعا النهارده هدفين كده في السريع، يعني زي ما يكون بيسلك بيهم حنجرته كده، الهدفين في السريع في اللذيذ كده. ولكن اداء النهارده اوفرول طبعا بعد الطرد الاداء اتحسن اكتر. رضا سليم يا جماعه لعيب عالمي والله، والله لعيب عالمي يلعب على اي حد في المركز ده سواء يمين او شمال، الا اذا طبعا لو حسين الشحات في حالته. اخيرا النهارده احمد عبد القادر طبعا نزل، وهنبدا نشوفه ولا برضه الصفحات اللي هو اتكلم عنها ديت هي اللي خلاص هتخلص عليه. بس بصراحة الاسيست بتاعه في الجون التالت حلو، اي نعم هو الجون التالت فلتة كده من كريم فؤاد، ولكن الحمد لله على السلامة طبعا يا كيمو بعد الرباط الصليبي طبعا، يعني عودة حميدة بجد.